وصل إلى مملكة البحرين اليوم سعادة السيد أنطونيو مانويل غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لحضور الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبلي سعادته معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية والسفير ناصر محمد البلوشي رئيس بعثة الشرف. وصل إلى مملكة البحرين اليوم فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. كما كان في الاستقبال السفير الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية والسفير أحمد إبراهيم لجرينيس رئيس بعثة الشرف.